السلام عليكم، اهلا بكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ معكم شيماء من برشلونه. صراحه وحشتكم بزاف، توحشت اليوتيوب وهضرت شي شويه. المهم كانت شي ضيره وعندنا الدار مشتا و بغيت نشوف شي حوايج، و بغيت ندير واحد الكيك و غادي نخليكم مع الفيديو. شوفوا معايا الكيك، صافي الفيديو بزاف و جديد و اقتصادي بزاف، يعني تعجبني بزاف. المهم غادي نخليكم مع الفيديو. غادي نضرب المقادير البنات. عندي هنايا نحتاج جوج ديال البيضات، وغادي نحتاج كاس لاروب ديال الزيت نباتيه، وغادي نحتاج نص كاس ديال الحامض وليزيست ديالو، ونحتاج واحد دانون ديال الفاني، وغادي نحتاج واحد نص كاس ديال الحليب. وعندي هنايا سنيده، تقدروا ديروا كاس او كاس ونص على حسب كل واحد. وعندي هنا كاس كبير ديال الدقيق، وعندي جوج ديال الخمارات، وعندي خنيشه ديال لافاني، وعندي قبيصه ديال الملح. وهنايا غادي نحتاج من مايزينا جوج ديال المعالق، وتما عندي الشوكولا باش غادي نزين. وهنايا غادي ناخذ واحد الاناء باش نخدمو فيه الكيك. غادي ناخذ جوج ديال البيضات، غادي نطربهم مزيان غير بالفوي ديال اليد، يعني بلا ما تحتاجوا ديال الكهرباء. المهم غادي نطربهم مزيان مزيان، وغادي نزيد عليهم واحد الكاس ديال سنيده. كما قلت لكم ليكم الاختيار باش ديروا نص كاس ولا كاس ولا كاس وربع على حسب الحلاوه ديالكم. المهم غنطربوهم مزيان حتى يندمجوا، وغادي نزيد واحد الكاس ديال الزيت، كاس لاروب تقريبا، كاس ما عامرش يعني، غير العبارات بالعنبه، كاس ديال العنبه. غادي نطربهم مزيان حتى يندمجوا حتى همايا. وغادي نزيد نص كاس ديال الحامض اللي عصرت ديال الليمون، ونزيد القشور ديالهم اللي ليزيست، صراحه تعطي واحد النكهه هائله للكيك. هنايا غادي نزيد واحد دانون ديال لافاني، صراحة كيجي غزال مع النكهة ديال الليمون، كيجي بنين بزاف. المهم غادي نمزجو داكشي، غنخلطو مزيان، وغنزيد له واحد خنيشة ديال السكر فانيا، قبيصة ديال الملح اللي ذكرنا في الأول، غادي نزيد دوك جوج المعالق ديال مايزينا، صراحه كتجي زوينه في الكيك وكتخففها، ما كتجيش مدقصه. جوج المعالق كبار، غادي نمزجو داكشي مزيان حتى تيتجانس. غادي نزيد داك الكاس ديال الدقيق، جايب 9 المعالق ديال الدقيق كبار، نبقاو نزيدو شويه بشويه حتى يندمج لينا الخليط مزيان ويولي سائل ورطب. كيجي بحال هذا الشكل هذا الخليط. وفي الاخير كنزيد جوج ديال الخمارات ديال الحلوه، كنخليهم حتى للنهايه باش كتجينا، باش كتبقى المفعول ديال ديك الخميره وكتجينا طالعه الكيك ديالنا. ودابا حبيباتي خديت المول، غادي ندهنوه بالزبده كامل مزيان، وغنرشوه بالدقيق، ومن بعد غنزيد عليه الخليط. دابا غادي نكبو داك الخليط في المول ديال الكيك، غادي نهزو يدينا الفوق، غادي عاد نكبو فيه باش كتجينا طالعه ومنفوخه. المهم البنات اللي ما كتنفخش ليهم تقدروا ديروا معلقه ديال الخل.
وهذا هو الكيك ديالنا وجد. البنات درتو على 170 درجه، شعلت ليه غير من التحت، ما شعلتش من الفوق حتى طلعت. بعد ما درت عليها نص ساعه من بعد شعلت عليها الفوق. المهم انا درت لها الشوكولا وشويه ديال اللوز وديال الكوك. المهم ما تنساونيش من لي لايك ومن تشجيع ومن ابوني، ونتمنى ان شاء الله نتلاقوا فيديو اخر. الى اللقاء.